هواية تصير تعليقات على النساء بموضوع كثرة النوم، ورجال بمجتمعنا ما يعبر يوم عليهم إذا ما يسمعوهم جملة أنتوا 24 ساعة نايمين. اليوم راح نحكي بموضوع كثرة نوم النساء مقارنة بالرجال. دراسة حديثة جت حتى ترد على كل هالموضوع. الدراسة تقول أن النساء بحاجة إلى النوم أكثر من الرجال بعشرين دقيقة، أي ما يعادل من 7 إلى 9 ساعات باليوم، وهالحكي للبنات اللي عمرهم من 26 وحتى 64 سنة. أما المراهقات فيحتاجون من 9 إلى 10 ساعات نوم يوميا. أما عن الأسباب فيعزو الخبراء الأمر إلى أن المرأة تبذل جهد ذهني كبير، فهي معروفة بمقدرتها على أداء العديد من المهام اليومية بآن واحد. والسبب الثاني أنها تتأثر بضغوط العمل أكثر من الرجال. أما السبب الثالث فهي التغيرات الهرمونية، أما بمرحلة المراهقة أو بالتغيرات الهرمونية الشهرية. الحمل ممكن يكون السبب الرابع، سبب ما تتعرض إلى المرأة بهالفترة وبعدها أيضاً.